تعالوا نسوي كليتش عراقية نص كيلو طحين. في حالة تريدون تسوون كمية أكبر سهلة، ضعف المكونات: نص كوب حليب باودر، ثلث كوب سكر، نص ملعقة خميرة، ونص ملعقة بيكنج باودر، شوية هيل، حبة سودا. نخلط. هسا نخليه 3 أرباع كوب دهن حار ونبسها. نخلي عليها تقريبا ربع كوب غاشي ونرجع نبسها. وهسا اجى دور المي، ننزل بيه بالتدريج ونعجن إلى أن تجهز العجينة. نغطيها ونتركها ترتاح شي نص ساعة. شوية دهن، تمر وجوز مجوش، ونستمر نقلب ونمرق بيه إلى أن يصير لين. يلا نكورهن بهذا الشكل. ناخذ شوي نفتحها، خلي التمر نخليها بالقالب، نصفهم بالصينية حليب صفار بيضة، ونخبزها بفرن محمى مسبقا عن درجة حرارة عالية إلى أن تتحمر. بسم الله، حركة راشي خلتها أكثر يومي، وأحب أقول لكم عيدكم مبارك.